هو البنك المركزي ممكن يخفض سعر الفايدة ويمشي عكس التوقعات بدل التثبيت أو الرفع، إيه اللي ممكن يحصل ساعتها وليه المركزي ممكن يخفض سعر الفايدة؟ تعالوا نشوف إيه الحكاية مع بعض، تابعونا لآخر الفيديو. بانكير نبض البنوك. يوم الخميس الجاي زي ما احنا عارفين لجنة السياسة النقدية هتجتمع في اجتماعها الدوري لبحث أسعار الفايدة على الجنيه وباقي المؤشرات الاقتصادية وأهمها معدلات التضخم الشهر اللي فات، وهي دي أكتر حاجة بتحدد بوصلة لجنة السياسة النقدية في حسم أسعار الفايدة على الإيداع والاقتراض، وبالتالي البنوك بتحدد بناء على أسعارها لأسعار المنتجات بتاعتها والادخار كمان عندها. طب المركزي ممكن يخفض سعر الفايدة؟ زي ما قلنا لجنة السياسة النقدية بتاخد الأرقام والمؤشرات اللي قدامها، ملهاش دعوة بالتوقعات الخارجية أو كلام خبراء الاقتصاد، لأن جزء من الحقيقة والأرقام بتكون غايبة عنه على عكس الأرقام والدراسات المستفيضة اللي بتكون قدام لجنة السياسة النقدية. وخلينا نفكركم إن أغلب التوقعات رايحة في اتجاه تثبيت سعر الفايدة الحالي، لأن المركزي لسه محتاج سعر فايدة عالي علشان يسيطر أكتر على معدلات التضخم، وإن أن أوان تخفيض أسعار الفايدة لسه مجاش. طب أرقام التضخم الأخيرة بتقول إيه؟ البنك المركزي نفسه كشف عن تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي لـ 26.6% في يونيو 2024 مقابل 27.1% في مايو 2024. كمان سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين 1.3% في يونيو 2024 مقابل 1.7% في نفس الشهر من العام السابق، وسالب 8.1% في مايو 2024. وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين الحاضرة اللي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 10 يوليو 2024 1.6% في يونيو 2024 مقابل 2.1% في نفس الشهر من العام السابق، وسالب 7.1% في مايو 2024. وعلى أساس سنوي سجل معدل التضخم العام الحاضر 27.5% في يونيو 2024 مقابل 28.1% في مايو 2024. يعني لو مشينا مع لغة الأرقام ومعها تصريحات الحكومة الأخيرة بتراجع الأسعار في الأسواق ما بين 25 و35%، يبقى منطقي جدا البنك المركزي هيخفض اسعار الفايده ويكون هو ده الوقت المناسب. طب ايه اللي هيحصل لو البنك المركزي خفض سعر الفايده يوم الخميس اللي جاي؟ اكيد حاجات كتير هتحصل، اولها الطلب على الاقتراض هيزيد سواء من الافراد او الشركات مع انخفاض تكلفه التمويلات، تاني حاجه البنوك هتخفض اسعار شهادات الادخار اللي عندها، طبعا ده هيأثر على الاستثمار في الشهادات وممكن أصحاب السيولة يستثمروها في نشاط تاني، لكن في العموم أسعار الفايدة في البنوك بيكون ليها حسابات تانية خالص ودقيقة عشان كل بنك عايز يحافظ على العملاء بتوعه، والمركزي ما بياخدش قرار غير بالتنسيق مع البنوك. عامة هنتابع معاكم لحظة بلحظة إيه اللي هيحصل في اجتماع البنك المركزي اللي جاي. أنا أشرفة أشرف وإلى اللقاء. بانكير نبض البنوك.